بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو كيف أضاع الخوف حياتك؟ وطبعا هذه هي المحاضرة من سلسلة مبادرة فكر، وفيها أحاول أن أشجع الناس على التفكر في الأمور وتدبرها لكي يزيد ذكائهم واستيعابهم للأمور، ويكون ذلك سببا في رؤيتهم لصدق كلام الله عز وجل في القرآن الكريم وتطبيقهم له في حياتهم. فاليوم نريد أن نتفكر فيما يلي: لماذا أنه عندما تريد أن تقرر شيء في حياتك فإنك دائما خائف من شيء ما؟ مثلا أنه ملاحظتي لغالبية الناس عندما يريد أن يقرر شيئا من شؤون حياته دائما يكون خائف، في خائف من شيء معين، مثلا خائف من الفقر. أنه كثير الناس دائما تأتي له أفكار في عقله تقول له بأنه سيفقر وتحل به المصائب، ودائما في أرق وخوف من الفقر. وعندما مثلا يريد أن يتصدق أو يعمل خير تأتيه أفكار بأنه ستفقر وتحل بك المصائب، يعني دائما هناك شيء يعني يجعل خوف ورهبة عند هذا الإنسان. شيء ثاني مثلا الخوف من الموت، كثير من الناس عندهم خوف مرضي زائد عن الحد عن الموت، وأيضا خوف من المرض. كثير من الناس عندهم أفكار تأتيهم في عقلهم بأنه عندما يسمع عن أي مرض عندك أنت هذا المرض وسيحل بك هذا المرض، ويصبح في نوع من الكآبة والشلل النفسي وعدم قدرة على التفاعل مع هذه الحياة. أو مثلا إذا أراد أن يفعل شيء تأتيه أفكار عن إيذاء البشر له، أنه إذا قلت الحق فإن البشر سيأذوك وكذا وكذا وكذا. وأيضا هناك طبعا هذه أمثلة، هناك ناس عندهم خوف من النجاسة، دائما يشعر حاله بأنه نجس ودائما عنده رهبة من هذا الموضوع. ناس عندهم خوف من الفشل، مثلا يكون عنده مقابلة عمل تأتي أفكار في عقله بأنه سيفشل وأنه ستحل به المصائب وكل هذا. فهذا الشيء يعني نلاحظه مع الناس. الآن كيف إذا اعتمدنا على الله عز وجل يعلمنا على التفكر في هذا الأمر؟ فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران آية رقم 175، فيها يقول الحق جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صلى الله عظيم. فنلاحظ بأن الله عز وجل هنا ربط الخوف بالشيطان، يعني أن الشيطان يستعمل الخوف كسلاح. يعني نفهم من هذه الآية الكريمة بأن الشيطان يستخدم الخوف كسلاح. وأيضا إذا تفكرنا في هذه الآية لزيادة المعنى أكثر وأكثر، سورة البقرة 268، الله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صلى الله عليه. فنلاحظ هنا الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر، يعني نفهم من هذا بأن يخوفك بالفقر بأنك ستفقر وتحل بك المصائب، ويأمركم بالفحشاء يعني يستغل هذا الخوف ليأمرك بأن ترتكب ما لا يرضي الله عز وجل، مثل أن تأخذ الربا الفائدة، أن تقوم بأعمال لا ترضي الله عز وجل لكسب المال. لنفهم هذا أكثر وأكثر، طبعا فهمنا في محاضرات سابقة كيف الشيطان يؤثر علينا، وملخص هذا الأمر من نفهمه من سورة الناس آية رقم 4 قول الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس، يعني كل إنسان فينا معه شيطان يوسوس له أي يتحدث له، ولكنه خناس. خناس يعني مستتر متخفي، أي يتخفى منك أي لا يشعرك بوجوده. والطريقة الوحيدة بأن الشيطان يتحدث إليك ويسمعك أفكار وفي ذات الوقت لا يشعرك بوجوده هو أن يطابق صوته مع الصوت اللي تسمعه في عقلك، صوت نفسك. يعني عندما تفكر مع نفسك بهدوء تسمع صوت في عقلك له سرعة معينة، له ذبذب معينة، له لغة معينة تعرفها، فيقوم قرينك بمطابقة هذا الصوت مع صوت نفسك تسمعه في عقلك، وتخطر لك أفكار تعتقد أنها من نفسك ولكنها من قرينك شيطانك. إذن بعد هذا الفهم إخواني إخواتي نرجع إلى موضوع الخوف. فكيف أن الخوف هو سلاح الشيطان؟ يعني الشيطان يريد أن يشلك في حياتك، تصبح حي ولكن ميت في ذات الوقت، شلل نفسي. فمثلا عندما يخوفك من المرض وتستمرض وكذا وكذا، يعني يحدثك في عقلك وكأن نفسك تحدثك بهذه الأمور ولكنها من شيطانك، لأن فهمنا تصبح عندك كآبة، عدم رغبة في الحياة، تصبح حي ولكن ميت في ذات الوقت.
عندما مثلا تريد أن تقول الحق، يأتي الشيطان بصوت مطابق صوت النفس في عقلك ويسمعك أفكار، وكأن نفسك تحثك بهذه الأفكار، يقول لك سيؤذونك الناس وسحل بك كذا كذا كذا. يعني إخواني إخواتي، الذي أحاول أن أبينه هنا بأنه عندما تأتيك أفكار فيها خوف مرضي وخوف زائد عن الحد، هذه من شيطانك، من قرينك، يحاول أن يشلك نفسيا وتصبح مثل إنسان حي ولكن ميت، لا تتفاعل مع هذه الحياة. وشيء أخير أقوله هنا، بأن الخوف الوحيد المسموح به بالإسلام والمحمود هو الخوف من الله عز وجل، لأن الخوف من الله عز وجل أهم من أهم السمات فيه، يقيك من قيام بالأعمال التي تجلبك الألم الحسرة في هذه الحياة وفي الآخرة. أي خوف غير زائد عن حد، غير الخوف من الله عز وجل، مثل الخوف الزائد من الفقر، المرض، الموت، إيذاء البشر لك، النجاسة، الفشل، هذا من الشيطان، يريدك أن يشلك نفسيا في حياتك. فالطريقة بأن تهمل هذه الأفكار ولا تفكر بها ولا تعطيها اهتمام، التي تربي فيك هذا الخوف الزائد وتصبح إنسان حي ولكن ميت في ذات الوقت، لا تستطيع أن تتفاعل مع هذه الحياة. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل مع طريق البريد الإلكتروني zquran@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.